أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وهل إذا كان الإنسان عنده معاصٍ ثم أنكر على آخر لديه هذه المعاصي نفسها، هل يدخل في هذه الآية؟ نعم يدخل في الآية، لكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان هو يفعل هذا الشيء، لا يجمع بين جريمتين، المعصية هو عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يذكر نفسه أولا أنه لا يليق به. ما الله جل وعلا ما قال اتركوا الأمر بالمعروف لأنكم على معاصي، إنما هذا من باب اللوم لهم، توبيخ لهم في أن يزكوا أنفسهم قبل، ولذلك يشترط أو ينبغي للذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون يعمل بهذا في نفسه، وإلا الناس يقولون لو كان صادقا لما فعله هو. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت وخيم. فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه يأتي هذه الأشياء، فهذا جمع بين جريمتين، جريمة عدم الإنكار وجريمة فعل المنكر. ولو كان ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا واحد سليم 100%، ما قام بالأمر أحد، لأن ما قل من يسلم من النقص، قل من يسلم من النقص. فعليه أن يتوب من هذا الشيء ويذكر نفسه، لا أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.